انت هتخترعي مبدأ جديد في الحياة يا فوزية، الست اللي جوزها يموت ما تتجوزش خالص. الحياة مستمرة يا فوزية، والحي يبقى من الميت. انت كل ما تتكلمي تقولي لي خلاص انا جربت حظي في الجواز ومش هتجوز خالص. ليه؟ انت اول ولا اخر ارملة؟ انا مش ارملة، انا مطلقة. قصدك تقولي ان جوزك طلقك وبعد كده مات؟ لا، طلقني وبعدين سافر. سافر؟ ايوه، يعني عايش ما ماتش. وسافر فين؟ عايش فين؟ في هولندا، مهندس في روتردام. وسايب ولاده كده خالص؟ من امتى الكلام ده؟ من قبل ما اسيب اسكندريه واجي على مصر، من حوالي 5 سنين. والولاد فاكرين انه ابوهم ميت؟ ما كانش ممكن اقول لهم غير كده، لانهم لو عرفوا انه عايش وسالوني عنه ما عنديش رد. طيب بس أرجوك يا رمزي، أنا ما عنديش استعداد أتكلم في الموضوع ده أكتر من كده، وكمان ما كنتش أحب أي حد يعرف الحكاية دي، لكن أنت اضطرتني بقى. أنا آسف. شفت بقى، الجواز له عندي ذكريات أليمة. الجواز ملوش ذنب، انت اللي حظك كان وحش في الشخص اللي اخترتيه. بتضحكي ليه؟ عشان عارف الجمله الجايه. طب هقول ايه؟ هتقولي انت هتخترعي مبدا جديد في الحياه، هي الست اللي تتطلق ما تتجوزش تاني، هو انت اول ولا اخر مطلقه؟ هو كلامك صح. يعني ايه لما تكوني فشلتي في اول جوازه والناس كلها بتتطلق وبتتجوز تاني والحياه ماشيه، وانت بالذات بعد العذاب اللي مريتي بيه من حقك انك تستمتعي بشيء من السعاده بقى؟ شو قلت لك؟ صدقيني يا فوزية، انا هعوض لك كل السنين اللي فاتت دي. حياتنا هتبقى كلها حب وتفاهم وبهجه. ارجوك فوزية، انا بعد تجربتي الاولى محتاجة مهلة عشان أعيد حساباتي تاني قبل ما أخش في تجربة جديدة. وماله؟ ده من حقك. بس أنا عاوزة مهلة طويلة شوية. وماله؟ خدي وقت. لا بيه، هو صح البيت ده ملك الست فوزية، لكن هي ما كانتش ساكنة فيه، ده حتى ولسته بعد ما سابت اسكندرية خالص. أمال كانوا ساكنين فين هي وجوزها وولادها؟ في زيزينيا. زيزينيا، علشان كده جوابات بتيجي في العنوان بتاع زيزينيا ده. تمام كده، والباب اللي هناك بيجيبها لي هنا. على العموم دول جوابات من قرايبها اللي في هولندا. هي مش برضو عندها قرايب في هولندا؟ معرفش والله يا بيه. امال تعرف ايه؟ طب تعرف توصف لي عنوان بيت زيزينيا ده؟ امال يا بيه؟ ده كان معذبها قوي، وكان دايما يتخانق معاها، وخصوصا لما جت امه قعدت معاهم. غريبه، انا اسمع دايما انه كان راجل طيب. تكونش فوزيه هانم هي اللي؟ لا، دي ست الستات، هو اللي كان وحش، الله يرحمه بقى. ألف رحمة ونور تنزل عليه. ده تبقى بنت لاشين بيه بركات، إنما هو إيه؟ أصله مش مظبوط، وعيلته نص ونص. طب
تعرف تقول لي هم مين وساكنين فين؟ آه في بحري في الأنفوشي. حاضر حاضر. وهو كذلك. ادخل. لا 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 العفو يا فندم. مع السلامة. مع ألف سلامة. سيادتك بعت لي. تفضل. إيه ده؟ طالبينك في النيابة الإدارية. إيه؟ أنت بتدي دروس خصوصية؟ ما سيادتك عارف إن كل المدرسين في المدرسة بيدوا دروس خصوصية. ما دام مفيش حاجة جت بخصوصهم يبقوا ما بيدوش. أيوة. أستاذ رفعت، النيابة الإدارية مش ممكن تتحرك من نفسها كده أبداً. أكيد حد قال حاجة. زميل من زملائك وقالت أولية أمر تلميذ من التلامذة اللي بتدرس لهم. على العموم أنا هروح النيابة أشوف الموضوع. ما هو أنت لازم تحدد موقفك. أنا كل قرش بيطلع لي بديهولك، وبعدين لحد دلوقتي مش باين ميعاد لكتب الكتاب. الله 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 الله، ده كلام جديد قوي. مين اللي قالك تقولي كده؟ ما هو ما تجرجرنيش في الكلام عشان أقولك إن ماما قالت لي لازم بقى تحدد. بقى كده. طيب أنا هدفعها التمن غالي. مفيش كتب كتاب خالص. عطية. وبخلي بقى مامتك تنفعك. يبقى نفسخ الخطوبة. ماشي. وترجع لي كل الهدايا اللي جبتها لك في فترة الخطوبة. لا، الهدايا دي بقى من حقي شرعا. هبلغ البوليس. والله لا تندمي على الكلمة دي يا نوال. لا حيلك، ده أنا أتغدى بيك قبل ما أنت تتعشى بيا. أنا أتعشى بيكي؟ عشان يجيني تسمم؟ هتشوف يا عطية. اتغيرت. ما كانتش كده. ممكن أتكلم في التليفون؟ متشكر. ألو؟ الأستاذ رفعت يوسف؟ أنا نوال يا فندم. نوال خطيبة عطية، سكرتير مدام فوزية. شوف يا فندم، أنا قررت أتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بيا. مالكش إزاي يا فندم؟ حضرتك عارف مين اللي قدم في سيادتك بلاغ للوزارة؟ عطية. أحلف لك بالله العظيم ثلاثة ما بعدت فيك أي حاجة. يعني الأستاذ رفعت هيتهمك بالبطل؟ يعني أنا بحلف كذب؟ أنت عارف لو اتضح إنك أنت اللي ورا الحكاية دي أنا هفقد ثقتي فيك نهائي وعقابك هيبقى شديد. يا ناس صدقوني مش أنا. أمال مين؟ أنا اللي غلطان إن دخلته البيت ده من الأصل. عرف من أين يؤكل الكتف طاوى مدام فوزية وحطها تحت باطه. أكيد قول لي بصراحة، مش انت برضو اللي قدمت فيه الشكوى؟ والله ما حصل، وغلبت اقول لهم مفيش فايده. كلمته بقت عندها هي الكلمه، بقت تحت سيطرته تماما. ده هيبوظ لي الدنيا. اهلا اهلا ميرفت هادي. هلو رمزي بيه. اتفضلي اتفضلي. ميرسي. كده برضو. إيه؟ انت فينك من زمان؟ بقالك مده ما شفناكيش. بس زي ما انت ده، انت حتى بقيتي احلى واصغر كمان. كلهم بيقولوا كده. امسك الخشب. وحتى شوف رمزي بيه، شوف شوف خسيت قد ايه. حقيقي خسيت خسسان غريب يعني. قوامي كده بقى احلى. اي حاجه بلبسها تشيلها بقى. خسيت قوي. عادي. تاخدي ايه؟ قهوه مش كده؟ لا قهوه لا شاي لا سجاير، كل الحاجات دي بتبوظ البشره. طيب هات عصير ليمون فريش للمدام. حاضر. الليمون بيفيد البشره. بس عرفت طريقي منين؟ وهل يخفى القمر؟ كلهم بيقولوا كده. اصلي انا غيرت نمرة تليفوني. اللي يسال ما يتوهش. اها. وكمان أنا كان لازم أتصل بيكي علشان رفعت. رفعت؟ وأنا مالي وماله؟ ميرفت، رفعت في ضياع من يوم ما سابك. ده كان شيء منتظر. إحنا مش عاوزين نشمت فيه، إحنا عاوزين ننقذه من اللي هو فيه، وإنتي الوحيدة اللي تقدري تنقذيه. طب وأنا أنقذه ليه؟ علشان لسه بيحبك.
رفعت؟ ايوه يا ميرفت، وانت الوحيده اللي فاهماه وعارفه طبعه كويس. طب طلقني ليه؟ ساعه غضب. خلاص خليه طول عمره يدفع ثمن الساعه دي. نفسي نفسي يشوف اللي بيترموا تحت رجلي الليل ونهار عاوزين يتجوزوني وانا برفض فيهم يمين وشمال. طبعا لانك تتحبي وهو بيندم دلوقتي. رفعت؟ ايوه يا مرفت رفعت، وهو هيلاقي زيك فين؟ خلاص خليه يعرف انتي. رمزي بيه، انت دخلت بيتنا مش كده؟ انا كنت زوجة مثالية ولا لا؟ اوه صحيح انه كان احيانا يرجع من الشغل تعبان وهلكان وعاوز يستريح ويتغدى وما يلاقيش حاجة ياكلها، لكن انت معذورة. طب انا كنت هعمل ايه؟ الطباخة خرجت وما لحقتيش تطبخي حاجة. وبالصدفة بالصدفة رمزي بيه كنت لسه ببقى حتى مانيكير. طعمين قوي. وطبعا الطبيخ وغسيل المواعين بتبوظ الطعامه دي كلها. مفتري. شفت بقى رمزي بيه كل يوم التاني زعق. هو طلع في حاجه جديده كمان، عامل لي ازمه، الاستاذ عاوزني اخلف له حته عيل عشان هو يفرح بيه. معقوله؟ معقوله انا اخلف قبل 5 سنين؟ ليه؟ اللي ليه؟ قوامي قوامي يبوظ، ارجع اخسس نفسي انا. شوف قوامي بقى ازاي دلوقتي، خسيت خالص. عارف بقى أناني رفعت طلع أناني في الحكاية دي، بس أنا كمان كنت شايف إنك دايما عصبية معاه. هو اللي كان بيخليني عصبية؟ ما هو برضو من عمايلك وردودك الجارحة. عمري عمري ما جرحته إلا عند اللزوم. أنا شفتك مرة مديتي إيدك عليه. جاب سيرة عيلتي اسكت له؟ ودي معقولة؟ شفت بقى؟ يعني أعمل إيه أكتر من كده؟ قطعي نفسك؟ على العموم اللي فات مات، هو عارف غلطته وعاوز يرجع لك. وأنت موافق؟ طبعًا، أمال طلبتك ليه؟ غريبة. إيه هي اللي غريبة؟ أصل أنت اللي كنت دايمًا تحذرني إن أنا أرجع له. وطول عمرك ضد الحكاية دي، ودايما كنت تقولي عليه كلام. يعني انت نسيت ولا ايه يا رمزي بيه؟ لا 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 لا، ما نسيتش حاجة، لكن الظروف اتغيرت يا ميرفت. اللي غير الظروف يا رمزي بيه؟ يعني انا عمري ما كنت اتصور انه بيحبك الحب ده كله. ده هاوسني طول النهار تليفونات في البيت وفي الشركة عشان الموضوع ده. فانا بقول بقى يعني اللي فات مات ونلم الشمل تاني. ايوه بس ده انتوا اتخلقتوا لبعض وكملين لبعض، فوله واتقسمت نصين. رمزي بيه انا مش هتصل بيه، هو اللي يتصل بيا. ولا انت ولا هو، انا اللي هقوم بالمهمه دي. انت؟ ايوه انا احب اعمل الخير وارمي البحر. انا هدبر لك مقابله معاه، بس اوعي تقولي له انه اتكلمت معاكي في الحكايه دي. وبعدين قعدة ظريفة وضحكة وكلمة وكل الخلافات السطحية دي هتدوب على طول. هو انتوا تقدروا تستغنوا عن بعض؟ وعاوزاني في ايه بقى؟ الله اعلم، بس دي هوساني تليفونات ليل ونهار في البيت وفي المكتب، مش قادر اشتغل يا رفعت. اذا كانت متصورة اني ممكن اردها تبقى بتحلم. وليه لا؟ غريبة، معقول انت اللي بتقول الكلام ده يا رمزي بيه؟ ايوه، لاني مسؤول عنك وعارف مصلحتك احسن منك. بس ده عكس كل الكلام اللي انت قلته لي قبل كده على طول الخط. فاكر لما انا كنت ناوي اردها وانت زعقت لي وقلت لي انك هتمنع الحكاية دي بكل قوتك؟ ايوه، لكن الظروف اتغيرت. أنا ما كنتش أتصور إنها تحبك بالدرجة دي، وإنت كمان بتحبها بكل كيانك بس بتكذب على نفسك. مش صحيح. معقولة أنا أرجع تاني لمربت؟ أرجع للجحيم برجليا؟ ده أنا ما صدقت خلصت. لا 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 لا، بلاش الكلام ده يا رفعت. مربت جمال وقوام ورقة
وشياكة وغرور وتفاهة وسطحية وطولة لسان. كل ده مش مهم، المهم إنها بتحبك. مش من السهل الأيام دي إن الواحد يلاقي إنسان بيحبه. ميرفت كانت بتحب نفسها وبس، أنا وهي كنا بنحب شخص واحد هو ميرفت. يوه، طب هتخسر إيه لو قبلت تشوفها عايزة منك إيه؟ وقتي كله مشغول. دي الحكاية نص ساعة، مش جايز تكون عاوزاك في حاجة خاصة بيكم وما يصحش أكون موجود أنا فيها، خصوصا إن أنا ما أحبش أتدخل في شؤون الناس. ها، تقابلها بكرة؟ بكرة في ريال خارجة من المستشفى. يا سلام، طب تقابلها إمتى؟ خليها بعد بكرة. وهو كذلك، بس ممكن أطلب منك إنك تكون لطيف معاها؟ حاضر. ازيك يا مرفت؟ يا رفعت، ازيك؟ انا جيت حسب الميعاد بالظبط. عزك ان انا اللي جايه بدري شوي. انا قصدي اقول ان ساعتي هي اللي بتخرج. ازيك يا مرفت؟ كويسه جدا طبعا. انت فين؟ ما شفتكيش من يوم ما روحنا سوا للمأذون الساعه 2 صباحا. وكان نايم وصحينا من النوم. لسه فاكره؟ يعني. طب احنا مش كنا اتفقنا اننا نفضل اصدقاء ونسال على بعض؟ شور ابسولوتلي. انا تحت امرك يا ميرفت. ايه تحت امري دي؟ خلصت كلامك ولا ايه؟ لا لسه طبعا. طب يلا يلا كمل. ايوه، بس اللي انا فهمته ان انت كنت طالبه تقابليني علشان موضوع معين. تبقى فهمت غلط، لانك انت اللي عاوزني مش انا، يبقى انت اللي تبتدي بالكلام مش انا. اتفضل. وبعدين بقى ايه؟ بعدين بقى دي اتكلم. انت برضو لسه فيك العنجهية دي؟ سنة ونص ولسه زي ما انت. رفعت بتاع زمان، جايبني عشان تديني درس في الاخلاق ولا حاجة؟ انا ما جبتكيش، انت اللي جايباني. انا اللي جايباك ولا انت؟ انت اللي هتموت على النظرة واحدة مني. انت اللي ما انتش قادر تعيش من غيري. انا؟ ايوه. تنكر؟ تنكر انك في ضياع من ساعه انا ما سبتك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ انا ما جبتش الكلام ده من عندي يا حبيبي. ليل ونهار ليل ونهار ما فيش سيره على لسانك غير ميرفت ميرفت ميرفت. لا بتعرف تاكل ولا بتعرف تنام ولا بتعرف تشرب. ده انا طبعا. انت مال هوس الراجل تليفونات وقعد تتحايل عليه علشان تشوفني. راجل مين؟ ايه راجل مين؟ رمزي بيه. رمزي بيه؟ انا برضو اللي هوست تليفونات ولا انت؟ طول عمري غاوية تقليب الحقائق، تعمل العملة وتلبسيها لي أنا. على العموم شوفها يا بنت الحلال. أهلا. إزيك يا أنكل؟ أهلا يا حبيبي، إزاي كنتوا؟ أهلا وسهلا. ماما ماما، أنكل رفعت أهو. أهلا مدام فوزية، تفضل. أهلا. أنا أسفة، أصل الأولاد أول ما شافوك جريوا عليك ما قدرتش أحوشهم. لا أبدا، دي صدفة جميلة. أهلا وسهلا. ميرفت، فرصة سعيدة. أهلا مدام فوزية. احنا مش عايزين نقطع عليكم حديثكم. لا أبدا، ما كانش فيه حديث ولا يحزنون. تفضلوا عودوا. أهلا وسهلا، تفضلوا عودوا فوزية. تشربوا إيه؟ لا ولا حاجة. لا لازم تشربي حضرتك حاجة عشان أنا أشرب معاكم. تخيلي من ساعة ما جيت ما طلبليش حاجة. أنا آسف، الجرسون زمانه جاي حالا. مين الست دي؟ هي دي مامتك؟ ولد مامته؟ هما ما شافوش مامتك ولا إيه؟ وعاملة إيه النهاردة يا فراولة؟ لسه الجرح بيوجعك لما تتحركي؟ شوية ما أعرف. احنا قلنا ننزلها النهارده تتمشى شويه في النادي على خفيف كده. الدكتور هو اللي قال كده؟ الحقيقه ده كان اقتراح رمزي بيه. رمزي بيه؟ يلا يا ولاد يلا، عن اذنكم. طيب. مع السلامه. الله يسلم. مع السلامه.
اللي واخد عقلك. رمزي بيه، لكن هما سابوا بعض ليه مع انها لطيفه قوي ميرفا دي؟ وحلوه وبنت ناس وعلى خلق عظيم. امال ايه؟ هو اللي سبب رفعت ده ما يتعشرش. غريبة. يوه، ده كان بيعاملها معاملة وحشة قوي، دايما يشخط وينطر وساعات يشتم. يشتم؟ ده كان بيضربها. يضرب واحدة ست؟ ومين اللي يعمل كده؟ رفعت؟ الأستاذ رفعت؟ مع إنه يبان جنتلمان ومهذب وذوق قوي. ما تغركيش المظاهر يا مدام فوزية، ده أنا ياما دخلت بينهم علشان أصالحهم، دول تعبوني قوي. ما أنت بالنسبة لهم الكبير وفي نفس الوقت قريب رفعت. بس عمايله معاها جاب سمعة العيلة في الأرض. واحدة مش طايقاه وتقول له طلقني وهو يرفض، عاوز يزلها يجيب مناخيرها في التراب. وفين وفين لما ردي يطلقها بعد ما أجبرها إنها تكتب له كل حاجة عندها. معقول؟ هقول لك ايه ولا ايه، اصل الواحد ما بيقدرش يتكلم، البيوت اسرار، وانا عندي مبدا في الحياه ماشي عليه طول عمري، دع الخلق للخالق. انا مندهش ان رفعت يعمل كده. وهتندهش اكتر كمان لما تعرفي انه رغم ده كله لسه بيحبها. ايه ده؟ ما فيش على لسانه غيرها، ده هوسني تليفونات ورجوات علشان اتدخل بينهم. ليه؟ عاوز يصالحها ويرجع لها. يرجع لها؟ وهي معقول ترجع له بعد عمايله دي؟ هو في راجل في الدنيا بالشكل ده؟ حاولت اعلم فيه مفيش فايده، اصله رفعت مش مختلط، جلف. يا ما قلت له يا رفعت الراجل الجنتلمان هو اللي يعرف يعامل الست ازاي. الستات دول مخلوق جميل رقيق، الستات بس كويت ما يستحملش، الواحد لازم يحميه ويخاف عليه من الهوى الطاير. ومن يومها ما فيش بيني وبينها اي صله. وحتى لو كان، دي حياتك الخاصه وانت حر فيها. وبعدين بقى انا حكيت لك كل حاجه عن حياتي مع ميرفت بالتفصيل، بس ده غير المفهوم اللي في دماغي. ومين بقى اللي حاط المفهوم ده في دماغك؟ أنا صادق في كل كلمة قلتها لك. وأنا مصدقك. أحلف لك بإيه إن دي أول مرة أشوف فيها ميرفت من يوم ما اتطلقنا. وما دام اتطلقته، طلبت تشوفها ليه؟ أنا ما طلبتش، ده هي اللي طلبت وألحت. تصورت إنها ممكن تكون محتاجاني في خدمة، ومهما كان دي ست برضو كان في بيني وبينها صلة في يوم من الأيام. رحت، كل اللي حصل في المقابلة إنها قعدت تلطش في الكلام وتلبخ وتقول كلام جارح. انت شفتي مقابلتها ليكي كان شكلها ايه؟ طب ايه اللي يخليك تستحمل؟ انا ما استحملتش، ده انا كنت عايزه اطلقها تاني. ما انت لازم تتجوزها الاول عشان تطلقها تاني. انا اتجوز دي تاني؟ اعوذ بالله، انا حياتي معاها كانت جحيم. انا طبعا اسف عشان بتكلم عن انسانه مفروض ان كان في بيني وبينها عشره في يوم من الايام بالشكل ده، واسف كمان طبعا اني انا بدخلك في موضوع ما يهمكيش في شيء. ازاي بقى؟ انا مش قادر اتصور ازاي انا كنت عايش مع الست دي، وبعدين انت بقى اللي خلتيني احس بالجحيم اللي كنت عايش فيه اكتر. انا؟ ايوه انت. انا مش فاهمه قصدك ايه. اصل جنب الابيض يبان الاسود، وجنب الجمال يبان القبح، وجنب الجنة يتجسد الجحيم. ده شعر بقى؟ وماله، إن ما كانش الشعر اتخلق عشان يتقال فيكي يبقى ملوش لازمة. أقول لك حاجة؟ قولي كل حاجة. بس ده اعتراف. اعتبر الكرسي اللي انت قاعده عليه ده
كرسي الاعتراف. ما خبيش عليك، انا صدمت لما شفتك مع ميرفت في النادي. اصلها كمان اصلها حلوه. يعني جايز تكون حلوه شكلا بس مش موضوعا. وبعدين لما روحت البيت سالت نفسي انا ليه حسيت الاحساس ده، ونفسك قالت لك ايه؟ قالت لي اصل احنا تعودنا طول الفتره اللي فاتت دي نشوفك لوحدك، مفيش حد معاك، فحسينا انك بتاعنا احنا لوحدنا، محدش بيشاركنا فيك. يا ريت الاحساس ده يفضل على طول. وبعد كده لما شفناك، ايه حكايه شفناك وتعودنا وشاركنا؟ ليه صيغه الجمع دي؟ قصدي انا والاولاد. يعني سيب الاولاد يتكلموا عن نفسهم واتكلمي انت عن نفسك وبس. فوزية، انا خايفة. من ايه؟ من نفسي، من شعور الجديد اللي انا حاسة بيه ده. انا كمان بحس بنفس الشعور بصراحة. انا لما شفتك مع ميرفت حسيت لاول مرة في حياتي بالغيرة. فوزية، الشعور ده كان جواكي قبل كده لكن كنت بتنكريه. طبعا ميرفت هي اللي حركته، هي قدمت لنا خدمة كبيرة من غير ما تقصد. بس اللي انا مش قادر اعرفه لغاية دلوقتي، هي كانت جاية ليه؟ الظاهر كل اللي كان مطلوب هو اني اشوفكم مع بعض في النادي. طيب ليه مش فاهم؟ يمكن بعدين نفهم. رفعت، ولع اللمبة الحمراء برا. ليه؟ عشان محدش يدخل. ولعها بس. في ايه؟ خبر بمليون جنيه وخلاص، مش قادر اكتمه، مش قادر اهوشه اكتر من كده، وانت بالذات لازم تعرفه. هو ايه الخبر ده؟ خبر حيفرحك، حيسعدك. طب ما تسعدني. اللي كنت بتفكر فيه حصل. اللي كنت بفكر فيه حصل. فوزية يا رمزي بيه، فوزية. مالها فوزية؟ سمعت يا رمزي بيه عن شيء اسمه الحب. الحب ده نكتب فيه مجلدات. حلو، شيل منهم بقى مجلد لفوزية. انت بتتكلم جد؟ ايوه، اصل فوزية دلوقتي في حالة حب. صحيح يا رفعت، هي قالت لك؟ اعترفت لك؟ وهي دي حاجة تستخبى، كان باين عليها من زمان. كل ده وكتمة في قلبك يا فوزية. ده الدنيا دي من غير حب تبقى شيء جاف ورديء. ايوه، زي اللقمة من غير خموس. لكن بالحب تشوفها حاجة تانية خالص. تشوف اللقمة تبقى ايه؟ الرغيف. الموسيقى بتبقى اجمل، الزهور بتبقى ازهى. المهم ان التخطيط بتاعي جاب نتيجة في النهاية. هو انت كنت بتخطط الحكاية دي يا رمزي بيه؟ طبعا احبك يا رمزي بيه. لكن ما قلت ليش؟ قالت لك ايه؟ هي فتحت لك ازاي؟ هي قالتها بذكاء طبعا. قالت لك ايه؟ انا عاوز اعرف كل كلمه قالتها لك، كل كلمه بالتفاصيل. قالت لي انها بتغير عليا. نعم، بتغير عليك انت. ايوه. ايه الذكاء اللي فيها دي؟ لا ما هو افهمها انت. افهمها ازاي؟ واحده بتحب واحد تقوم تغير على صديقه؟ صديقه ده ايه بقى؟ فوزيه بتحبني انا، يبقى من الطبيعي انها تغير علي انا. بتحبك؟ ايوه. لا، انت قصدك ان اللي كنت خايف منه حصل، وجايلي بالهليله دي كلها علشان تقول لي انه فوزيه بتحبني وانا كمان بحبها. ويلا اللي يحصل يحصل بقى، بس انا كنت عارف ان انت هتفرح لي.
مش قلت لك انه خبر هيسعدك؟ انت مش اسعدتني، ده انت نقطتني. الله، انت بتقول كده ليه؟ لاني غبي. كان لازم اتوقع انه ده يحصل يوم الرحلة الشؤمية. رحلة ايه؟ رحلة الزفت القناطر، يوم ما فرع رشيد قابل فرع دمياط ومحدش عمل بيهم سد. الو، صباح الخير يا رفا. لا ما نمتش كويس، مش عارفه ليه. انا كمان ما نمتش، وبرضه مش عارف ليه. انا لسه صاحي من شويه. لا انا الجدول بتاعي يبتدي النهارده على الحصه الرابعه. تحقيق مش عارف، بس متهيالي كده انها هترسي على لفت نظر. ولو انه برضو مش كويس ان يتحط لي لفت نظر في الملف بتاعي، انا ملفي طول عمره ابيض ونظيف وتقاريري كلها ممتازه. لا ولا يهمك، المهم انت عامله ايه. والله بالنسبه لشغلي في الشركه هنا انا مش مبسوطه من نفسي، ضميري تعبني، ما بقتش ادي للشركه زي الاول، وقتي ما بقاش كله ملك للشركة. تقدر تسميه إحساس بالذنب؟ يعني مثلا المكالمة اللي احنا بنتكلمها دي دلوقتي، عايزة تقولي اني انا كده معطلك؟ طيب حس كده ننهي المكالمة، ما تخافيش. انت صدقت اني حافل السكة؟ حسبي يا حاجة، يا حاجة حسبي. معلش الحاجة اتكعبلت في السلك. الو 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 رفعت، الخط اتقطع. الو، مين اللي بيتكلم؟ أصلها مفاجأة. شكرا. أصلي بعدين بقى، أصلي مشغولة شوية اليومين دول. لا ما تجيش الشركة أبدا، لا البيت لا. طيب مطعم النخل. أيوة عارفاه.
حلو فوزي. ازيك فايق؟ اتفضلي. زي ما انت ما تغيرتش. انت اتغيرت شويه، وان الضاره اللي واكله نص وشك دي، ولما شعرك الحلو كده ليه؟ الشغل بقى، ما انا بقيت مدير شؤون ماليه في الشركه اللي اشتغلت فيها دي. اش اش، مرتب كويس يا ترى؟ كويس طبعا، بيوصل ل 300 جنيه في الشهر غير البدلات. عظيم، ربنا يفتح عليكي كمان وكمان. فتحها والحمد لله. الوقف كمان بتاع اسكندريه اتحل من سنتين، وكان من نصيبي الفيلا بتاعت الشاطبي، بتجيب لي ايراد مش بطال. فاين، فيري جود، قصدي مبروك. شكرا. انت جيت امتى؟ اول امبارح. ما هو ماما تعيش انت؟ لا، البقية في حياتك. حياتك البقية. وهي ماتت هنا ولا هناك؟ لا هناك، جبتها وجيت دفنتها في البلد واخدت العزا وجيت امبارح. معلش، ده حال الدنيا. الاولاد اخبارهم ايه؟ كويسين قوي قوي. كويس. تاخدي درينك ولا تتغدى على طول؟ لا درينك ايه وغدا ايه، ده انا قايمه فورا. قايمه ده ايه وده معقول؟ معلش، الحق الولاد زمانهم راجعين من المدرسه. ايوه بس احنا ما كملناش كلام لسه. كلام؟ خليها مره تانية. امتى؟ سيبها لظروفها على اذنك. استني هنا، ايه ظروفها دي؟ انت عارفه في حاجات بينا لازم نتكلم فيها، وانت عارفه كده كويس. بعدين يا فايق، بعدين. مفيش حاجه اسمها بعدين، لازم تحددي ميعاد من دلوقتي. ما اقدرش، انا ما اعرفش ظروفي ايه. اكلمك امتى اكون عرفتي؟ ما تكلمنيش، انا اللي هطلبك. وهو كذلك. اتفضلي، ادي اسم الاوتيل، رقم الغرفه، في 4 تليفونات، وانا واثق انك انت هتتكلمي. ان شاء الله. الو. ايوه فايق. واديني اللي بطلب برضه اهو. انت كل يوم تطلعي بحجه شكل. انت مش اتفقتي معايا امبارح على انك هتفضي نفسك النهارده علشان نتقابل وتطلبين انت بنفسك؟ انا اسفه، اصلي ما فضيتش خالص. اصلنا بنحضر للميزانيه السنويه. حجه جديده دي ولا ايه؟ وبعدين يا فوزي. صباح الخير. صباح الفل يا رمزي بيه. الأستاذة جوه؟ أيوه، بس مشغولة. في حد عندها؟ لا، بتتكلم في التليفون، بس مكالمة مهمة قوي، فما تخشش دلوقتي، دي تعليماتها هي. طيب هستنى لما تخلص. سعادتك هتشرفني هنا كتير قوي بقى، لأن مكالمتها مع الجدع ده بتطول جدا. مين ده؟ واحد اسمه فايق، مدى علمي انه مهم جدا بالنسبه للاستاذه. اول ما بيطلبها في التليفون بتخرجني من الاوضه وبتقول لي اقفل الباب وراك وما تخليش حد يخش. شكله ايه ده؟ وايه علاقته بيها؟ ما اعرفش، لكن مسيري هعرف. استاذ عطيه. ايوه يا عبد الغني. عزيز بيه بيسال حضرتك عن التغيير بتاع المناقصه الاخيره. طيب لحظة واحدة. بعد إذنك يا رمزي بيه. أرجوك تفهمني يا فايق. دي سنين، سنين يا فايق، حصل فيها تطورات كتير قوي. أرجوك تقدر ظروفي يا فايق، ومفيش داعي تحرجني أكتر من كده. هي المكالمة خلصت ولا لسه؟ ما هو واضح انه لسه.
رفعت ما تنساش انك قريبي يعني من دمي وتهمني مصلحتك وان محدش يضحك عليك ولولا كده ما كنتش جيت لك لحد هنا. مين بقى ده اللي يضحك عليا؟ انت فاكر يوم ما قلت لي انك انت وفوزيه بتحبوا بعض؟ فاكر قوي. ربنا يعلم يوميها انا فرحت لك من قلبي قد ايه. مش كان باين عليا برضو؟ فيك الخير، لكن في نفس الوقت ما اقبلش انك تكون طرطور شخشيخه. ايه اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ ايوه يا رفعت، اتضح ان فوزيه دي حكايه كبيره ما انتش قدها. اخلع احسن وشوف لك واحده من توبك. افتكر ان دي مساله تخصني انا لوحدي. انت بتضحك على ايه؟ انا عايز افهم انت عايز توصل لايه. شوف يا رفعت، انت عارف ان انا ما احبش اتكلم على حد ولا اجيب سيره حد، وانا عندي مبدا ماشي عليه في الحياه طول عمري، دعي الخلق للخالق. ولكن احب اقول لك ان فوزيه بتلعب بيك وبتعرف واحد تاني. أنا ما اسمحلكش رفعت، كفاية بقى، أنا أرفض الاستمرار في الحديث ده. على كيفك، بس نصيحة مني، فتح عينك كويس عشان ما تجيش في الآخر وتندم. مع السلامة يا قريبي. دلوقتي هنسمع حكاية النحلة. وانا انت ايه؟ انا النحلة. ايه
يلا بقى تعالوا نقعد سوا نقرا درس النحل. ماشي يلا. الو، قلت لك ما تطلبنيش هنا. ولا مهما حصل ما تطلبنيش في البيت. قلت لك ده 60 مره. انا بين الزهر اسعى والى الزهر طريقي، انا امتص رحيقا فخذوا مني رحيقي. مش هقدر، صدقني مش هقدر. انا ما بتهربش منك ولا حاجه. ما اقبلش انك تكون طرطور شخشيخه. اتضح انه فوزيه دي حكايه كبيره انت مش قدها. فوزيه بتلعب بيك، بتحب واحد تاني. فوزيه بتلعب بيك، بتحب واحد تاني. انا فوق الغصن وحدي لست اخشى ان يميل، انا بين الزهد وحدي انشق العطر الجميله. انا بين الزهر اسعى والى النهلة رشاك يظهر كده. ده مش معبراني خالص يا زهر، هي دي الطريقه اللي تنفع معاكي. لا انت اتجننت. تعالي معايا. اجي معاك فين؟ هتيجي معايا. بلاش فضايح في الشارع. مفيش حاجه اسمها فضايح. هتيجي معايا. انا هتيجي معايا. سيب ايدي، سيب ايدي. هتيجي منو ده يا جدعان؟ خليك انت في حالك. رفعت رفعت. لا ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ خليك في حالك. اركب عربيتك وامشي من هنا فورا. رفعت ده اصله يبقى ايه؟ مين ده؟ يبقى جوزي.